يحب هاد الخماج اللي عنده في الكيميكا كيجيبها لهنا ويرميها، اللي عنده كيميكا عامره بالزبل حاجه كل يجيبها ويرميها، ولا يتباع ولا يتصلح ولا يعلموه. ايوا المخدر رايدو طويله، الله يشدنا في الملك ديالنا، راه ما كيبغيش هاد الظلم، عاد ما كتلعبو حتى حاجه من هاد الظلم، عايش الملك ديالنا ويخليه لنا في ربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من جماعة عرباوة، ودانا مباشرة من جماعة عرباوة كما كتشاهدوا هذا الأوتيل اللي حول حياة ساكنة المنطقة إلى ضمان للأسف الشديد، الناس ديال المنطقة اللي للأسف وصلت بهم العظم، الناس ديال المنطقة اللي قدروا يبيعوا الديور ديالهم بسبب هذا الأوتيل اللي خرب ودمر الحياة ديالهم للأسف الشديد، هذا الأوتيل اللي كان زمان وقديما اوتيل قديم واللي مخرب للاسف كيدخلوا له الشمكاره كيولي فيه المدمنين كيوليو فيه بطبيعه الحال للاسف الشديد اي واحد كيدخل لهنا للاسف وكيتخبى هنا ولا قدر الله تقدر توقع الكارثه لا قدر الله. اذا نشوفوا الصوره ابلغ غني عن اي تعليق، للاسف الشديد والساكنه كتطالب التدخل العاجل والاني ديال السلطات المحليه، تطالب تدخل المسؤولين واي مسؤول عنده غيره على المنطقه، لان للاسف الشديد رائحه كريهه تنبعث من المكان اللي كانت تواجد فيه للاسف، الاوتيل كامل مخرب للاسف الشديد، واكيد ان هذه البلاصه هذه تشكل خطر على المواطنين، يعني اي وحده اي واحد داز من هذه المنطقه هذه فغادي يتعرض للكريساج، ويقدر ان اللي كريساه يقدر يطلع يتخبى هنا في هذا الاوتيل هذا، والساكنه تطالب بالتدخل العاجل والاني الجهات المسؤوله، خوفا من طبيعه الحال على رؤوسهم وخوفا على الابناء ديالهم، وكما قالت لي الحاجه للاسف الشديد انها كتكون جالسه مع وليداتها حتى كتفاجئ بان ناس شباب منحرفين فوق هذا الاوتيل هذا وكيهزوا القراعي والحجر وبداوا يسيبوا عليهم في الديور ديالهم. هذا نداء بالتدخل العاجل والاني للسلطات بطبيعه الحال السلطات المحليه، لان راحت وساكنه وراحت الساكنه بطبيعه الحال هي الاولى. حجه السلام عليكم. السلام سيدي. حجه شنو المشكل ديالكم عندكم مع هذا الاوتيل هذا؟ السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، مولانا الكريم. سيدي هذا الاوتيل ونطلبوا الله الشفاء العاجل لسيدنا محمد السادس وليكم انتوما شوف طيفين والاخوان والسلطات اجمعين، ما كيتخلاوش علينا ولا كنعيطوا في الليل كيجيو ولكن كيهربوا كيهربوا الناس اللي محترفين هنايا. واخا الحاج هذا الاوتيل هذا من امتى هو مسدود؟ هادي هذا انا اعتقد هذا الاوتيل هذا راه في عهد الاستعمار. من عهد الاستعمار وكان خدام هنا الجوج تاع الايدين اللي باش خداوه، باعوا هذاك الفرنساوي، باعوا البيعه الاولى باعوا لهارون، هارون اللي كان عنده ثاني اوتيل هنايا لتحت في البومبا، من بعد ولاو قلبوا البيع لبن همو ولا داير له الخدامه مغاربه وداك الشيء، ولكن باقي فيه الشراب باقي فيه الثمانينات ولا السبعينات ولا هذا، بقى بنادم كيهرب منه وداك الشيء وكيتخرب شويه بشويه. وقفت الحركه قطعوا لهم الضو، قطع لهم المخزن الضو، يعني دار افلاس، هي قطع لهم الماء. دابا هاد الاوتيل هذا لالا كيشكل خطر عليكم. انا الخطر عليا وعلى ولادي وعلى النتاع ديالي، انا على القهوه ديالي، الناس ما بقاوش يقعدوا عندي، الريحه خانزه كتمشي ليهم، كينوضوا القتيل هنا كيتقاتلوا على البنات وكينوضوا موالين القهوه كيجريوا ويفكوا، اش غايفكوا؟ الشمكاره كانوا كيتخبوا، الشمكاره هنايا، الشمكاره البنات معاهم كل شيء كيكون هنا، كيعياو المخدن عياو الجدرميه ولا يعياو السلطات ما يجيو وما كيشدوا حتى واحد. البنت طالعه هذه دابا يكون سيمانه باش طالعه، كي نزلت قوالتي وانا جالسه رافين طلعت لحقت غير رافين الباب الجرده تمت جايه كتبكي وكتندب هو على الدرك، ما لقات الدولي الساك بالتليفون بالفلوس بكلش. يعني اللي الناس كيتعرضوا للسرقه هنا وكتخبوا. عي كتفوت المغرب ما تقدريش تبقاي هنا، ما تنزليش ودوزي من هنا ولا من هنا، من ما دزتي، ها انت كتشوفي الدنيا هنا عي كيجري ولا كله بيبان كله تراعي، ما عندكش كيفاش عاد تحضي من باب واحد؟ لا ما يمكنش، وحنا مزوقين فيكم اولادي وفي السلطات المعنيين بالامر وسيدنا الله ينصره
ويخليهن الى ما وقفوا معنا هاد الوقفه كارثه في هاد الوطيد، راه جامع علينا المضره. وليتي خايفه الحاجه على راسك؟ وليت مهدي مهده. وليتي كتفكري تبيعي حتى دارك؟ وليت نبيع كل شيء ونبعد من هنا. الله يرحم الوالدين. كان طالبه سيدي يشوفوا كيفاش يديروا السلطه اللي كتعرف اشنو غيديروا لهاد الوطيد، اما يصلحوه ويولي دولي ديالو تاع المخزن تاع السلطات، اما يبيعوه اما يهدموه. الا بقى ارض راه ما غيتخمنش فيها بنادم. الا بقى ارض ماشي اللي غيكون يجريسي في الدواور وفي الغيب كيجي يدرق هنا من الشتاء من الشمس من الليل. الليل سيدي ما تقدريش تدوزي من الهدير، الهدير تيكون بالهضره واللحم تيوقف. ما بقاو عايش جناوي وبقاو كيتخشاو بكليمونجي، كليمونجي عندهم اللي داز كيصوتوا عليه بكليمونجي كيطيحوه كيتنزلوا ويزيدوا بحالهم عليه. فشفاشه هذه كليمونجي. شكرا. الذين متبعين الاوفياء متبعين قناه شوف تي في في هذا البث المباشر والحصري مباشره من جماعه عرباوه ساكنه المنطقه اللي تطالب بالتدخل العاجل والاني ديال المسؤولين، لان كارثه بكل المقاييس للاسف الشديد. لان هذا الاوطيل اللي مخرب، هذا الاوطيل اللي كما قالت الحاجه انه قديم وكيعتبر طبيعه الحال ارث المنطقه، للاسف تحول الى خراب ودمار للاسف الشديد. وان المدمنين وقطاع الطرق كاملين كيتخبعوا هنايا وكيهدوا سلامه وصحه المرأة. بطبيعه الحال نطلبوا منكم متابعين الاوفياء باش تبارطاجيو على اوسع نطاق باش نوصلوا بالصوت والصوره للمسؤولين بالتدخل العاجل والاني، لان ساكنه عرباوه في خطر للاسف الشديد بسبب هذا الوطيل اللي كيهدد السلامه والصحه ديالهم. كما قالت الحاجه بطبيعه الحال يا اما يجيو انهم يزربوه يدوروه كامل او انهم بطبيعه الحال يهدموه، لان للاسف راه كيشكل خطر بطبيعه الحال على ساكنه منطقه عرباوه. اذا كما كتشاهدوا متابعين الاوفياء الصوره ابلغ وغنيه عن اي تعليق للاسف الشديد، والطيل اللي تحول للاسف الشديد الى خراب ودمار للاسف الشديد، وكيتخبعوا فيه غير المنحرفين والمدمنين وكيشكل خطر على صحه وسلامه المواطنين. اذا نطلب الله التدخل العاجل والاني ديال المسؤولين، واكيد ان الجهات المسؤوله تدخل بطبيعه الحال، ونتمنوا ان الجهات المسؤوله بطبيعه الحال تدخل عاجلا قبل وقوع الكارثه، لان هذه المنطقه راه كتشكل خطر على صحه وسلامه المواطنين.